الخبير الأمني مخلد حازم، أهلا بك معنا سيد مخلد. إذن انطلقت الجولة الأولى للحوار بين بغداد وواشنطن، إلى أي مدى تبدو بغداد قريبة برأيك من تحقيق آمالها بخفض لقوات التحالف على أراضيها وفق معطيات اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك الزينة، تحية لعبد الرحمن عبد الرحمن وكذلك لمشاهدين قناة الفلوجة. يعني حقيقة نعم، بدأت هذه الجولة وهي جولة تم الاتفاق عليها طبعا منذ أغسطس الماضي، وهي ليس وليدة اللحظة. تشكيل اللجنة العسكرية العليا تم الاتفاق عليها في واشنطن، وبالتالي عندما تم يعني التدقيق في ماهية هذه اللجنة وما هو الدور الذي سوف تقوم فيه من خلال اللجنتين المشكلة من قبل الجانب العراقي والجانب الأمريكي، نجد أن هذه اللجان هي استكمال إلى ما حصل في عام 2019-2020 من خلال جولات الحوار التي حصلت ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، والتي بموجبها تم تحويل القوات الموجودة في العراق من قوات قتالية إلى قوات استشارية وكذلك قوات للتدريب والتمكين. فبالتالي انسحبت القطاعات الأمريكية والقوات الأمريكية من كثير من القواعد وتم تسليمها إلى الجانب العراقي، وتم الاحتفاظ بثلاث قواعد فقط. حقيقة عندما نتكلم عن التحالف الدولي، فهذا التحالف هو شكل لمحاربة عصابات داعش. إذا ما طيب تواصلت وعلى سيرة يعني داعش سيد مخلد، يعني بيان اللجنة العسكرية وأكيد اطلعت عليه اليوم أشار إلى أن مهمة التحالف ستتحول وفقا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار ثلاثة عوامل، أولها ما تحدثت عنه فيما يتعلق بمستوى تهديد داعش، وأيضا لدينا عاملين الظروف العملياتية وقدرات القوات الأمنية. يعني تقديرك كخبير أمني بشأن السقف الزمني الذي قد يستغرقه تحقيق كل هذه العوامل على الأرض؟ يعني في البدء نحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وهذا يعتمد على المتغير الذي قد يحصل في أي لحظة. الجميع يعرف أن هنالك خلايا نائمة لداعش، هنالك أعداد مهولة في مخيم الهول، لا نعرف متى يتم إطلاق سراحهم أو متى يتم، يعني حسب المعطيات إذا ما انسحبت أمريكا من سوريا فأكيد هذه المخيمات وهذه السجون سوف يعني تكون سهلة على من يديرها إطلاق سراحهم. فبالتالي المتغير الذي قد يحصل هو قد يغير يعني معالم كل هذه الاتفاقات، لكن في المبدأ نقول أن داعش يعني حسب التقارير الأممية التقارير الدولية تقول أن داعش لا يزال يشكل خطرا على العراق وعلى سوريا. فبالتالي يعني هذه أول موضوع يعني سوف يتم التباحث به، من سوف يقرر أن داعش لم يعد يشكل خطرا في العراق لأجل الانسحاب. عمليات العزم الصلب إذا ما حصلت أي اختراق بعد عملية الانسحاب، هل سوف يتم التدخل من قبل عمليات العزم الصلب المشكل كقوات تحالف تدخلهم في العراق؟ هذه معطيات يعني حقيقية على أرض الواقع نتكلم بها. نحن نتكلم عن قوات تحالف، هذه القوات هي موجودة بطلب من الحكومة العراقية. اليوم بدأت جولات الحوار لإنهاء أو وضع جدولة زمنية لإخراجهم. طيب هنالك هناك اتفاقية ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وهي اتفاقية ساف التي هي في جزء منها أمني وفي جزء منها استراتيجي. هل سوف طيب فيما يتعلق بالاستراتيجي هنا سيد مخلد، يعني هل إنهاء مهمة التحالف في العراق إذا ما وصلت المفاوضات إلى هذا الأمر تعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف بشكل تام، يعني على اعتبار أن البيانات تذكر أن هذه هي مهمة التحالف؟ يعني حقيقة هذا ما سوف تقرره اللجان. يعني التحالف الدولي وجوده هو لمحاربة عناصر داعش.
إذا ما قررت هذه اللجان أن العراق اليوم أصبحت أرض آمنة لا يهددها أي خطر، فبالتالي أكيد سوف يكون هنالك تقرير شامل يرفع إلى الأمم المتحدة، وبالتالي الأمم المتحدة هي من سوف تقرر هل سوف يتم إجلاء هذا التحالف من العراق من عدمه. إضافة إلى ذلك مثل ما ذكرت المتغير الذي قد يحصل في أي لحظة، هذا المتغير أيضا يعتمد على يعني ما سوف يحصل يعني حقيقة. بالتالي نحن نتكلم عن التواجد الأمريكي، هل التواجد الأمريكي ضمن التحالف الدولي أم التواجد الأمريكي ضمن الشركات الموجودة في العراق ضمن اتفاقية الساف المتواجدين في العراق؟ نحن نعلم أن بعد 2019 بعد جولات التراخيص التواجد الأمريكي هو بصفة مستشارين، وهذا ما ذكرته الحكومة العراقية في بيانات كثيرة، وقالت أن الأمريكان يتواجدون بصفة مستشارين وحلفاء ضمن قواعد عراقية. إذن ما هو نوع التوصيف الذي سوف يعطى لهم يعني إذا ما يعني بقوا هؤلاء الأمريكان في العراق؟ لأننا أكيد الجانب الأمريكي من خلال تصريح البنتاغون لم يتكلم عن انسحاب الجانب الأمريكي من العراق، وإنما يتكلم عن إعادة هو قالها بصريح العبارة سيد مخلد، وحتى مساء أمس كان يكرر البنتاغون هذه ليست مفاوضات من أجل الانسحاب ونقطة على السطر. هل هذا هو الواقع الدقيق؟ بالتأكيد هذا هو الواقع الدقيق، لأننا نتكلم بصراحة الجانب الأمريكي يعتبر العراق نقطة استراتيجية مهمة، يعتبر بعدها في الأمن القومي هو ودول الخليج، يعتبر حماية مصادر الطاقة ويعتبر ممرات حماية ممرات الطاقة هو جزء من استراتيجيته في المنطقة ضمن مناطق النفوذ الموزعة في العالم. فبالتالي هو يتكلم عن إجلاء للتحالف الدولي والتي تقودها الولايات المتحدة، لكن البنتاغون يتكلم عن علاقة ثنائية مستدامة، أي بما معنى أنها طويلة الأمد ضمن استراتيجيات سوف يتم. جزيل الشكر. وعذرا لضيق الوقت السيد مخلد حازم الخبير الأمني، كنت معنا من بغداد.